الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى للاقتصاد من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي والفريد وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي للاطلاع على خطة الأنشطة المستقبلية لوزارة الطيران، فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث الأسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذلك إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى. أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أن خبراء روس ساعدوا الطيارين الأمريكيين في إدارة الطيران الفيدرالية أثناء تعطل الشبكات الإلكترونية بالولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أنه خلال العطل الشامل في نظام إنذار الطواقم في الولايات المتحدة، وبناء على مبادئ التعاضد الدولي، قدم المركز العام للمنظومة الموحدة لتنظيم الرحلات الجوية ومركزاه الإقليميان في سان بطرسبورغ وماغدان المساعدة اللازمة لطواقم الطائرات التي كانت تنفذ رحلات عبر مناطق مسؤولية المركزين. وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المساعدات قدمت لطواقم الرحلات التي كانت في طريقها من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة، والتي كانت تدار من مركز إدارة الطيران بولاية ألاسكا الأمريكية. أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع بمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في الوقت الراهن. وكان جروسي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وأنه يرغب بعد ذلك في زيارة روسيا. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستنشر وحدة جديدة متنقلة من سلاح مشاه البحرية الأمريكية المارينز في جزيرة أوكوانا بجنوب اليابان، وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها اليابان في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري خارجية البلدين، قال أوستن إنه بحلول عام 2025 سيتم استبدال كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكا وأكثر قدرة على الحركة في بيئة أمنية متزايدة الصعوبة. كما أعلن أوستن أن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على أن تشمل معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما الهجمات التي تتم عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضم تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الصناعية. I'll close by reiterating that the U.S. جددت منظمة الصحة العالمية مناشدتها للصين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن زيادة انتشار فيروس كورونا. وفي بيان لها أكدت المنظمة أنها تعمل مع السلطات الصينية لسد الثغرات المهمة، بما في ذلك فهم ديناميكيات انتقال العدوى وتحليل بيانات أعداد الدخول والخروج من المستشفيات والتسلسل الجيني للفيروس والاختلافات في معدلات الوفيات بين المناطق الحضرية والريفية. وأشاد المدير التنفيذي للمنظمة مايك راين بجهود الصين، مستشهدا بالتدابير التي اتخذتها مثل توسيع وحدات العناية المركزة وإعطاء الأولوية لاستخدام الأدوية المضادة للفيروسات في المصاري المبكر للمرض. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.